هي ضمن أنشطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وضعنا عنوان إلها باسم وجودنا لحمايتك، لأننا في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة نقوم على خدمة النساء وتقديم الحماية الشاملة والمتكاملة للنساء من خلال تقديم الدعم النفسي والدعم القانوني والدعم الاجتماعي لهن، بالإضافة إلى أن أنا المركز الوحيد الذي يقدم خدمة المشاهدة للأطفال. هذا العمل الذي يقوم به المركز على مدار سنوات عديدة، بالإضافة لأنه إحنا المركز الوحيد الذي لديه إيواء للنساء لحماية النساء المعنفات اللواتي المهددات بلا مأوى. طبعا فكرة هذه المبادرة جاءت نتيجة لظاهرة تزايد ظاهرة العنف الأسري الذي يتعرض له جميع أفراد الأسرة دون استثناء، سواء كانوا نساء أو شباب أو أطفال. ومن هنا جاءت فكرة الدعوة والضغط والمناصرة باتجاه إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، هذا القانون الذي سيوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة على حد. ومن هنا جاءت فكرة العمل ضمن المبادرات للإعلان للجميع بأننا موجودون كمؤسسات نسوية، ونحن على وجه الخصوص كمركز الأبحاث لتقديم الحماية للنساء ولجميع الفتيات والنساء في مختلف محافظات قطاع غزة. تحمل هذه الفعالية اللون البرتقالي، وهو الشعار اللون المتعارف عليه والشعار العالمي للحملة 16 يوم. حملناها بعنوان وجدنا لحمايتك زي ما حكيت سابقا، وهو العنوان الذي يحمله المركز على مدار سنوات طويلة لحماية النساء المعنفات. اختيار البحر في العلن لتصوير هذه الفعالية بشكل جيد والإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنقول للنساء بأننا موجودون وأننا نقف معكم وأننا سنوفر الحماية لكم أينما كنتم، نحن موجودون معكم لتقديم الحماية لكم.